عبد اليمين نائب رئيس في أعمال الإغاثة. الطبيب عبدالقادر عبد الرحمن أحد جنود الظل الصوماليين العاملين بصمت الإغاثة للجرحى من ضحايا الأعمال الإرهابية، وذلك من خلال مشروع تطوعي للإسعافات الأولية. قبل نحو 4 أعوام وفيما كانت الحرب مستعرة في مقديشو، فكر الطبيب الصومالي عبدالقادر عبد الرحمن في مشروع طموح حين أنشأ خدمة تطوعية للإسعافات الأولية لنقل المصابين في المعارك والتفجيرات إلى المستشفيات لتلقي العلاج. فكرة تأسيس هذه الخدمة تعود لعام 2008 حين كانت الحرب في أوجها. كان الناس يموتون في الطرقات بسبب الإصابات الناجمة عن الحروب والتفجيرات. الحوامل كنا يموتن في المنازل أو في الطريق إلى المستشفيات بسبب المخاض، وكانت العربات اليدوية تستخدم لنقل المصابين إلى المستشفيات. الفكرة التي بدأت بتمويل ذاتي ولا تزال لاقت استحسانا من قبل محسنين ساهموا في استمراريتها بقليل من التبرعات، لكن ورغم دعم المشروع من قبل عدة جهات ساهمت في تطويره، حيث يصل عدد سيارات الإسعاف اليوم إلى 4، إلا أن 70% من مدخول عبد القادر لا يزال يذهب إليه ليستمر العمل على ما يرام. يهرع قليف يوسف بسيارته كل يوم تقريبا إلى مواقع الأحداث لنقل قتلى أو جرحى في تفجير هنا أو مواجهات هناك. نعمل في أجواء خطيرة جدا بين النيران المتبادلة، ونواجه صعوبات في الوصول إلى ضحايا التفجيرات، لكننا تحدينا كل هذه الصعاب من أجل تقديم خدمة لشعبنا. لم يسلم يوسف وزملاؤه من نيران المتحاربين، حيث فقدوا سائقين اثنين كانا يعملان معهم في إطلاق نار. كثيرة هي الصعوبات التي نواجهها أثناء العمل. نمنع أحيانا كثيرة من الوصول إلى الجرحى، وأحيانا يطلق علينا الرصاص. الاختلاف بين اثنين من سكان مقديشو المبتلين بالحرب الحامية الوطيس بأن خدمة الأمين لسيارات الإسعاف سدت فراغا قصرت الحكومات في ملئه، ويأمل الطبيب عبد القادر ألا ينقل الناس بعد اليوم إلى المشافي بعربات يدوية، وأن يفهم الجميع بأن هذه الخدمة لم تخصص لضحايا التفجيرات والمواجهات فحسب، وإنما لكل من لا يستطيعون إلى المستشفيات سبيلا. لبن عبدو لبرنامج اليوم على الحرة مقديشو. فاصل إخباري ونعود.